بهدوء تام تعمل السعودية على إبلاغ المتعاملين في أسواق النفط بأن لا مشكلة لديها من استمرار انخفاض أسعار الخام لفترة طويلة، وهو ما يمثل تحولاً هاماً في سياسة المملكة، قد يكون هدفه إبطاء وتيرة توسع منافسين من بينهم منتجو الخام الصخري في الولايات المتحدة. ويدعو بعض أعضاء أوبيك من بينهم فنزويلا التي تعتبر الأكثر تأثراً بأسعار النفط إلى خفض عاجل للإنتاج من أجل دفع الأسعار العالمية للصعود مجدداً إلى ما فوق $100 للبرميل. وفي المقابل أرسل المسؤولون السعوديون رسالة مختلفة مفادها أن المنتج الأكبر للنفط في أوبيك مستعد لقبول سعر يقل عن $90 وربما يصل إلى $80 لفترة قد تمتد إلى عامين، في تغير لاستراتيجيتها القديمة التي تعمل بموجبها على إبقاء سعر خام برنت قرب $100 للبرميل سعيا للحفاظ على حصتها في السوق خلال السنوات المقبلة. وبات السعوديون يراهنون فيما يبدو على أن انخفاض الأسعار بما قد يؤثر سلبا على ماليات بعض أعضاء أوبيك سيكون ضروريا لتمهيد السبيل لجني إيرادات أعلى في الأمد المتوسط من خلال تقليص الاستثمارات الجديدة والحد من الزيادة في الإمدادات من مصادر أخرى مثل النفط الصخري في الولايات المتحدة أو المياه العميقة. قلق أوبيك هو الأصعب منذ سنوات نظرا لعدم قدرة معظم الأعضاء الآخرين على خفض الإنتاج أو لعدم رغبتهم في خفضه، علما بأنها لم تخفض الإنتاج إلا بضع مرات خلال العقد الأخير كان آخرها في أعقاب الأزمة المالية خلال عام 2008. فنزويلا كانت أول دولة تطالب علناً بتحرك عاجل أمام موجة الانخفاض السعري للنفط حتى قبل الاجتماع الدوري لأوبيك، معتبرة أنه لن يستفيد أحد من حرب الأسعار أو هبوطها عن $100 للبرميل، بينما اعتبر وزير النفط الكويتي أن خفض الإنتاج لن يسهم كثيراً في تعزيز الأسعار في مواجهة زيادة الإنتاج من روسيا والولايات المتحدة. ويبقى الموضوع معلقاً ربما إلى ما بعد اجتماع أوبيك، فقانون العرض والطلب يفرض نفسه على الجميع مع محاولة كل دولة فرض الحل الأنسب لها.